التأهل اليوم صعب، شاهدنا فريق وداد اللي لقى صعوبات كثيرة أمام خصم اللي جاي عارف شنو باغي من اللقاء اليوم، ولكن المهم هو اللي تنجز هو التأهل. كلمة حول التأهل التاريخي اليوم أمام بلوزداد. المباراة في حقيقة كانت منتظرة الدور بحال هكذا، لأنه ما عندهم ما يخسروا، واحد خاسر في بلاده بواحد زيرو، اش بغيتي يجي يلعب لك اللور؟ راه غيلعب ما يلعبش الدفاع، غيجي باش يدافع على الحظوظ ديالو كاملة. لعبات حساسيات أخرى لعبات في هذه المباراة، خروج المنتخب الجزائري من التأهل ديال كوب دي موند راه كان حاضر اليوم. الخسارة ديالهم للمرة الثانية لو 21 في الفيفا اللي أكدوا التأهل ديال الكاميرون راه كانت حاضرة اليوم. تحية كبيرة للجمهور الودادي اللي بين على أنه أحسن جمهور بالعالم بدون منافس وبدون نزاع. علاش؟ لأن الناس تحملوا الأعباء ديال التمارة وديال الفطر في التيران وديال كذا باش يوقفوا مع اللاعبين. فعلا كانت مباراة صعبة، ولكن من رحل من المعاناة يولد الودادي وتولد إنجازاته. كنتمنى من الله تعالى أننا نمشيو في نفس المسار باش نشرفوا الكرة المغربية كممثل وحيد في هذه المنافسة من بعد الخروج ديال الغريم ديالنا. بقات غير الوداد، خاصها إن شاء الله بإذن الله على الأقل توصل للفينال. باش ما نقولوش الكلام الجمهور أنني ما كنواعدش، ولكن هادو هما الوداد أون جيغ ماتش بار ماتش، كنمشيو مباراة بمباراة. كنتمنى من الله تعالى يوفقنا. ما عرفناش مازال فين غيتلعب الفينال، ولكن راه كاين دومي فينال قبل. دابا كل الاهتمام بالبطولة الوطنية الغالية علينا اللي ما عرفتش شحال وصلنا دابا 21 ولا 22 مع كثرة البطولات. الحمد لله، اللهم لا حسد. كنتمنى من الله نكملوا في هذا المسار، وان شاء الله نجيبوا البطولة وورا البطولة ونديو كأس العرش اللي غاب علينا، لأن العام عامنا. وشكرا لكم انتم على المواكبة. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.